حياك الله تفضلي زينة أفتيموس. يا هلا يا حياك الله نورتينا وسعدتينا بهذا الوصول. تصحين اليوم الشباب الموهوبين انهم يدخلون مثل هذه البرامج؟ يلي بده يدخل بستيب مثل يلي بده يعمل بحياته ستيب مثل هول ستيبس انه يفوت ببرنامج من برامج الهواة لازم يكون عارف شو عواقبه لبعدين، لازم يكون راسم خطة لما بيتعرض لهذا الشيء، انه انت ما تكون مشهور فجأة بتطلع العالم كله بتعرفك، يعني هاي بحد ذاتها هي منا سهلة. بيت الأمنيات. بيت الأمنيات الأماني كثيرة أكيد. أكيد. والإنسان كل ما كبر كل ما تزيد أماني. بيت الشهرة. بيت الشهرة. أوكي. وأنت طبعاً هذا البيت بيتك وأنت تعرفينه من زمان. بعيوني شكلك رسمك وبقلبي حفرت لك اسمك عم ضم الحافي تاشم. زين أفتيموس. شيك؟ تغير علي شوي. حلياني. ميرسي. حبيت شخصية، الشخصية كانت كثير بتشبهني، بتشبه زينة عن جد. شو كانت الشخصية؟ عايدة. أمنياتي إنه أشتغل كثير وكون قدوة لابني. أوكي. عم تفتش على الدعم؟ إيه طبعاً أكيد. دعم مادي؟ أكيد. غير زواج بحياتك؟ طبعاً. كنت بتتمنى تتجوز قبل؟ يعني لا، ليش لا، ما كنت بتمنى أتجوز قبل. قبل قطعت بمراحل كان لازم أقطع فيها، هي عملتني الشيء اللي بعدين صارت زينة شيء وتعرفت على وليد وتجوزه. يعني أنت مع أنه لسه ما صرتي نجمة، وخصوصاً يوم ما كنت بستار أكاديمي صح؟ يعني هيك أنا بعدني هيك نجومة، عرفت اسمها؟ نجومة. حبيت. يعني أنا بحال بدي روح على مهرجان ثقافي بقدر روح، بحال انا بدي اغنيتي تطلع مثلا بمحل العالم تنبسط تسهر عليها، هيك اقدر حطها اقدر انتشر فيه. في مشروع شيء غنائي بينك وبين نصيب زيتون؟ لا كان فيه ولا راح يكون فيه. ابدا الموضوع مبتوت خالص. لا ما في داعي. مالاد كومبليتمون مالاد comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec